الباقية في حياتك يا عثمان. حياتك الباقية. والله يا خالة ما علمت بالخبر إلا دلوقتي. صادق يا شيخ حامد. أنا جاي كده أسأل على عثمان عشان ما شفتوش من أول امبارح. حاجة ما كانتش على البال يا دنايا. احنا قاعدين بنتكلم زي ما احنا قاعدين كده، بصينا لقينا المرحوم بيقول لا إله إلا الله بيغمض عينيه وصرت ما فيش حاجة، طلع السر الإلهي. كلنا لها يا خالة، كلنا لها. الدوام لله لما أقوم أعمل لكم شيء. عثمان. نعم. عاوز فلوس سيدي؟ على أي حال أنا متشكر، كتر خيرك. معناها إيه على أي حال دي؟ معناها زي ما أنت فاهم. قصدك إنها عزومة مراكبية؟ حاجة زي كده يعني. لا 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 عثمان، بس لو كنت تبطل الألغاز بتاعتك دي. أعمل لك إيه بس يا عم الشيخ حامد؟ إذا كنت بتقول لي عايز فلوس، وأنت عارف إن الحال من بعضه. معايا فلوس والله يا عثمان، عندي دفتر في البوسطة. منين بس يا سيدي وأنت مهيتك زي غنم جحا، واحدة واقفة واحدة نايمة؟ أنت ما تعرفش إن البركة بتحل لما الواحد منا يفكر ويدبر أموره. وحوشت كام على كده بقى؟ أنا عثمان باخد فوق المهية 300 مليم بدل مدر. عارف. ال 300 مليم دول بقى بحطهم كل شهر في البوسطة. ده انت على كده بقى بقيت راجل سري. قول لي بقى عايز كام؟ انا اللي يهمني دلوقتي رسوم البكالوريا. يعني 2 جنيه برضو؟ ايوه 2 جنيه. طيب وايه تاني؟ كفايه كده لحد دلوقتي. لا 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 عثمان، خليك صريح معايا. عايزني كمان استلف عشان اشتري كتاب للعقاد ولا كتاب للمزني؟ عثمان انا بحلفك برحمة والدك ما تجيبش كلمة سلف دي على لسانك تاني. ها، انا احب اسمي الاشياء باسمائها. عيب يا عثمان عيب، ده احنا اكتر من اخوات. الفلوس اللي هاخدها منك دي مش هردها لك يا سيدي بصرف النظر. ها لا 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 يا شيخ حامد بلاش مغلطة. يا ابو عفان انا منساش الرغيف اللي كنت بتقسمه معايا في كتاب سيدنا الشيخ بركات. تعرف يا حامد، رغم كل حاجة انا متفائل، لاني تعودت اتزنق في رسوم الشهادات، وفي كل مرة كان ربك بيسهلها من عنده، وفي كل شهادة كان ترتيبي بيبقى من 10 الأوائل. ولا عجب، فلكل مجتهد نصيب. وهي هانت والحمد لله. أنت مش ناوي برضو تكمل دراستك في كلية الحقوق؟ بعون الله هكمل، بس كطالب منتسب. منتسب؟ منتسب يعني إيه؟ يعني أيد نفسي في الكلية وامتحن آخر السنة من غير ما أحضر المحاضرات. الله، طب وما تحضرش ليه؟ أصلي ناوي أتوظف. تتوظف؟ توظف يا عثمان؟ اجمد يا راجل، اجمد وواصل طريقك زي ما انت ما تعرفش يا حامد امي تعبانه قد ايه من شغله الدلاله دي. لكن سمعتها مره بتقول انها بتكسب كويس. كويس برضو يعني. طيب بتشتكي من ايه يا سيدي؟ من معامله الستات، ما بيدفعوش. ما يهمش يا عثمان، ما دام الفلوس ما بتروحش عليها. وغير كده بقى انا عايزها ترتاح. يعني منين يا ابني تيجي الراحه؟ هانت يا ام، عاوز اروح اجيب القرشين اللي عند الست بمبي. ايه بس مش قادره اتلم على روحي. ياما مش ضروري النهارده. اصلك يا ابني ما تعرفش الست بمبي. الست بمبي دي لما يفوت اول يوم في الشهر تقول لك ما جيتش ليه في اول ميعادك. ربنا يخلصنا منها على خير. مش باين يا ابني. ليه بس ياما ليه؟ عشان دايما شبكاني معاها تسدد لي قرشين وقبل ما اقوم تاخد بيهم بضاعه. يا ستي كل شيء وله اخر. بقول يعني يا ابني لو فيها رزالة كنت يا ابني لو كنت توصل لها. اوصل لها؟ لا الا دي بقى ياما، بدل ما هي شبكاني كده يا ابني. ياما انا عايز اروح اشوف النتيجة. هي النمر مش بتطلع في الجورنال؟ لا انا بنفسي هروح اشوفها مع واحد صاحبي ابوه بيشتغل في الوزارة. اذا كان كده يبقى عندك حق. وبالمرة بقى هجيب لك الدواء وانا راجع. ها ولا تجيب ولا تودي. ازاي بس ياما؟ وفر الفلوس احسن. الفلوس ولا الصحة؟ ما انا بقالي شهر باخد الدواء ولا فايدة ولا عايدة. ياما قالوا لك ان حالتك عايزة شوية صبر. الشافي هو الله يا ابني. ايوة، وهو برضو اللي جعل الطب والدواء. انا يا ابني منايا كله أشوفك واخد الشهادة الكبيرة. أنا قايم هو أشوف النتيجة. يكتب لك في كل خطوة سلامة يا دنايا. أما قولي لي مبروك يا أما، قولي لي مبروك يا دنايا. مبروك عليك وعليا يا أما. كله ببركة دعاك يا أما. مش قادر أزخرة. شد حيلك أمال، شد حيلك. النبي يا عثمان يا ابني لو كنت أقدر أصلب طولي كنت قمت رقصت بالفرح. عايز بقى يا أما، عايز أدوري على الوظيفة. وتقعد انت بقى في البيت ست بيتك.
انا خلاص خلاص؟ مش طالبه حاجه من الدنيا، ولما اموت هموت وانا لا مرتاح. ان شاء الله هتعيشي يا أم، هتعيشي. انا هعرف ازاي اعوض لك كل اللي شفتيه عشاني. ربنا عوضني وزياده بنجاحك يا الصبح ابني. بدري ان شاء الله هروح اجيب استمارة طلب وظيفة من البوسطة، وهكتبها واوديها على طول، هسلمها باليد. ربنا يقويك يا أم ويشفيك. ده انا لسه محتاج لك. كفايه ابويا راح بدري، لسه المشوار قدامي طويل طويل. محتاج لك يا امه، محتاج لك انت وسيده. يا سيده محتاج للحب يا سيده. محتاج احكي لك حاجات كتير لما توظف. محتاج لك تبقي جنبي عشان اكمل طريقي واخد الشهاده العليا. محتاجك اسمع منك الكلمه الحلوه والامل الجديد. لازم اعوضك ياما عن الايام اللي فاتت كلها. هخليكي ست الستات يا سيده، مش هتبقي زي امي. امي خدت زمانها وتعبت وشقيت، انا مش عاوزك تبقي زيها. انا عايزك جنبي يا سيده، بقلبك وعطفك وحبك. انا تعبان تعبان. الله، انت مش خدت وصل عن الموظف اللي استلم منك الطلب؟ ايوه يا عم حامد، انما رئيس الاعلام بقى كان وشه اكر قوي، وزي ما يكون عمال يكسر في مقاديره. لا 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 يا عثمان، دي كلها تهيؤات عشان انت مشتاق للوظيفه. امال ما ردوش عليا ليه لغايه دلوقتي؟ الله، انت مش عارف ان يوم الحكومه بسنه يا سيدي. حلال حلال. بوستة جواب له عثمان افندي بيومي. يا كرم الله يا كرم الله. عثمان افندي بيومي. ايوه يا سيدي، انا اهو. نعم. انت هنا؟ حاضر حاضر يا سيدي. هنا يا استاذ. نعم. يا استاذ هنا. حاضر 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 يا سيدي، بالراحه. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بيومي. شكر. السلام عليكم. مع السلامه يا سيدي، مع الف سلامه. مع السلامه. انا خايف يكونوا رفضوا الطلب يا حامد. يا راجل استبشر وسمي وافتح الجواب. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي بترتعش ليه كده؟ بس طيب، بس استناني هفتحه. سمعني بقى بيقول ايه. شوف يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برجاء الحضور لمقابلة صاحب العزة المدير العام الساعة 10 من صباح 14 الجاري، وذلك تمهيدا لتحويلك الى الكشف الطبي. الحمد لله، يا من انت كريم يا رب. انا زي ما اكون غرقان واتنشلت. ادخل بقى، ادخل عثمان بقى، فرح الوالده. اسمع يا حامد، انا امي تعبانه جدا، مش دريانه باللي حواليها. طب خليها مرتاحه بقى، واذا كان عندك غسيل هاته نغسله عندنا. انا بس كنت محتاج لقميص جديد. لا لا، انت محتاج لقميصين يا عثمان. ايه؟ عشان انت هتروح مكتبك يوماتي، وطبعا هتحتاج تغير كل كام يوم. الكلام ده يا سيدي بعد ما استلم الوظيفه. يا سيدي، اللي يجيب قميص يجيب التاني بالمره. اذا كانت الميزانيه ما تسمحش الا بقميص واحد. وحامد راح فين يا استاذ؟ يا سيدي المثل بيقول ان كان صاحبك عسل. يا سيدي انت عارف ان القش معدن، والقميصين مش هيزيد تمنهم عن 50 قرش. ماشي كلامك. يلزمك ايه كمان؟ لا لا لا، ده كده كويس قوي. اصل مظهر الشخص مهم قوي يا عثمان. الله، خصوصا في مناسبه زي مناسبه مقابلتك لحضره صاحب العزه المدير العام. عندك حق. ويوميها بقى انا حاجه صحيك من النوم، عشان اصبحك بوشي. انتوا الموظفين المقبولين؟ ايوه ايوه ايوه. ساعه البيه. طب بتوع البكالوريا يقفوا جنب بعض. حاضر. وجنبهم بتوع التجاره. انت معانا هنا ولا ايه؟ ربنا يستر بقى. تفضلوا ورايا بقى عشان تقابلوا سعادة المدير العام. ضيف الحلقات سعد أردش. يقوم بدور حمزة سويفي صبري عبد العزيز. أعدها للإذاعة محمد متولي، المخرج المساعد محمود فتح الله. غدا نستكمل المشوار حضرة المحترم قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ.